واحده خليك معايا. مين انت؟ انت اليوم اريد ان اذهب الى ابي. مين انت؟ اريد ان اذهب الى اهلي. ايوه اللي انت لابسه ده. انا والي. والي مين؟ انا ملك. ازاي انا يعني؟ ابن الملك رمسيس الاول. اريد ان اذهب الى ابي. لا لا يا عم انزل انزل يا عم. انت مجنون يا عم انزل. اريد ان اذهب الى ابي. ايوه ازاي ابك يعني؟ مش فاهم ابك ازاي يعني. ابي رمسيس الثاني. ايوه انت لابس كده ليه يعني؟ انا فرعون. فرعون مين؟ انا فرعوني. انا ابن رمسيس الاول. انت مجنون يا ابني. انا حرقوش. حرقوش مين الفيلم؟ انا اسمي الفيلم حرقوش. ده بقى قديم بقى وانا عصبي ومش ناقصك. امشي. ما هذه يا ابني؟ يا ابني يا ابني انت هذه منين يا ابني؟ اين الاحصنه؟ السلام عليكم. الله. الى اين اذهب؟ الى معبد الكرنك. ايه؟ من اين اذهب الى معبد الكرنك؟ الكرنك. ايه معك؟ ايه ما اعرفش. انت فتى اعرج واهوج. خد يلا خد يلا تعالى يلا خد يلا انزل انزل لي بقى كده. مين ده؟ الى اين اذهب الى ابي؟ ابي رمسيس الاول. فين ده؟ هناك. هناك فين؟ ابي رمسيس الاول. يا ابن التعبيط. اريد ان اذهب الى ابي. ايه اللي انت لابسه ده؟ وابك فين؟ مين سايبينك ازاي كده في الشارع انت؟ انت تايه؟ تعالى تعالى انت تايه؟ اريد ان اذهب الى ابي لكي ابني هنا هرم. هرم الرابع. ابني امشي ونبي انا خوفه وخفرع منقرع حرقوش. يا حبيبي تعال بس احنا ماشيين بالعلاج. انا حرقوش. حرقوش من يا عم. روح يا عم خد هنا يا ابني امشي بقى. ما هذه حصان. حصان ايه ده؟ حمار. ده مش حصان. هذا ليس حصانا. ده موتوسيكل. لا ما بيمشيش كده. لا امشي بقى يا ابني. اريد ان اذهب الى ابي. يا ابني التعبيط انت جاي منين؟ السلام عليكم. اليوم النايب 60 ليره. اقول لك بقى هل هناك هل هناك معك ورقه بغداديه؟ ورقه من البغدي. وحمد الله وحمد الله وحمد الله. بص 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 والله بحور مقلب. مالك وحمد الله؟ مالك ايه ده؟ بس 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 انت ايه ده؟ اه خالد خالد جاي. مالك يا جدعان؟ وحمد الله. مالك يا جدعان يعني؟ ما ينفعش يا جدعان يعني. بس بس وحمد الله يا باشا. منين بس؟ بص معلش والله على اللي حصل. معلش والله. بص احنا بنصور مقلب. مالا بيه بس يا جدعان؟ طيب يا عم بس انا مش عايزك تزعل. والله انا قلت مجانين وهربانين يا عم. عملت ايه يا عم؟ بص يا باشا بس انا عايزك تبص فوق هنا كده على الكاميرا ديت. بص كده جوه الميكروباص. بص بقى هنا يا عم. طب يا عم انا اسف والله. والله انا اسف. انا اسف. انت خليتني اديتني بنيه هنا. بص عورتني هنا. اهم حاجه والله اهم حاجه احنا مش عايزين تزعل خالص. لا لا خالص. وانت راجل ذوق. بس احنا فعلا عصبناك شويتين. انا اسف طبعا من اللي حصل. طبعا انا مش فاهم والله. انا اتعصبت عشان مش فاهم. عايز اسالك بس على حاجه واحده بس. معاك وقت بردي برضه تاني؟ ورقه بردي. موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ طبعا ضيع 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 يا باشا. حبيبي تمام. بورسعيد حبيبي. حبيبي ماشي حبيبي يا حبيبي.